إذا اتوافقنا على هذا القضية بنيجي نقول هذه الأحزاب هلا ما بصير يجي. أنا شخصيا ما بشعر إنه منطقي واحد يقول لك كل هالأحزاب هذه بكل اتجاهاتها مش مزبوطة مش مزبوطة. طيب وإنت معناته إيه؟ إذا مو معجبك شكل حزب. هنا يعني تيجي مسألة في الاتجاهات كلها، في السياسي يعني ما يكون سلبي في اليسار، يعني لا يعقل لا يعقل كل هذه الاتجاهات وطرح المجال. إذن في ناس عندها موقف من حيث المبدأ من ضد العمل الحزبي، وهذا بالمناسبة يخدم الفئات المتنفذة فوق التي لا تريد أن يحدث عملية تغيير حقيقي بالمجتمع. يعني حتى نقرب المثال أكثر، هلأ الذي يريد يرسي دعائم ديمقراطية بده يقر بمبدأ التعددية، الذي يريد أن يقر بمبدأ التعددية بده يصيغ منظومة قوانين تسهل على التعددية السياسية. أولى هذه المنظومة القوانين قانون الانتخاب واللي طرحه الأخ أمين العمري، وهذا صحيح في جوهر العملية الديمقراطية. لماذا الأحزاب مش واصل إلى البرلمان؟ مش لأنه الأحزاب ما لهاش امتداد جماهيري أو مش قادر تصل قوانين معيقة. القانون نفسه صمم كيف الإخوان المسلمين بوصل؟ حسب نرجع لك حسب نجيك حسب نجيك أنا بقول لك كيف لا لا القانون نفسه صمم لا لا القانون صمم لضرب إشي اسمه مؤسسي، لضرب إشي اسمه عمل حزبي. هلا طبعا أنا هذا السؤال بسمع من كل الناس، كيف الإخوان المسلمين لما بنزلوا بنزلوا كم كيف بنزل؟ بدك تقول لي كيف فلان بنجح كشيخ عشيري؟ هو بنزل كمان كوجه شعبي، هلا له ظروفه مجموعه يا اخوان. بس حتى في المرحله الاخيره لم يشارك هذا موضوع اخر. انا اقصد هذه الرموز، يعني لما لو بدي اجيب الشيخ ابو زنط لما انتخب كان لانه طول عمره 20 سنه هو بيصلي في مخيم الوحدات بام فيهم، وبالتالي أو بعرفش بأي جامع هلأ أبو هريرة بحين الزهر أبو هريرة أو بأي مكان. إذن هذا الشخصية بمعنى لم ينزل لأنه انتخب أنه كان الخيار الناس لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهي المسألة على أنه حتى اليسار لما رشحوا حدا بهذه الطريقة نجح في الجنوب. لأجيب لك مثال، بال89 لما كان القانون مختلف كل الأحزاب تواجدت يا أخ خالد. هذا موضوع بيعطي برضو مفصلية خالد لا بيعطي مفصلية أهمية القانون. لا وأنا مدرك جيدا أن السر الكامن وراء الصراع المحتدم لماذا تتمسك هذه القوة بالسلطة لرفض تعديل القانون هو ما رده أن أي تعديل جدي وحقيقي بالقانون سيقود في إحداث في طبيعة النخب السياسية تغيير جذري في الدولة الأردنية، ومن هنا التمترس القوي لدى قوى البيروقراط اللي بيجي يقول لك لا احنا باعتقادنا. لما اجى حكومة الدكتور فايز الطراوني قال لا استوب، لا مين اللي قال انه الصوت الواحد مات؟ لا طيب، وبعدين استلم الراية عبد الله نصور، دكتور عبد الله نصور. اذا في هناك نوع من يعني التمترس الشديد لعدم إحداث نقلة، وهذه قضية باتت يا أخوان باتت قضية شبه معروفة. ولكننا نقفز يعني بنحاول نتجاهل هذه الحقيقة. بس زي ما بقولوا اعطني قانون انتخاب ديمقراطي عدم التمثيل النسبي ستجد أمامك تعددية حزبية، ستندفع المواطنين للمشاركة. بس المواطن كمان بده يجي يقول لك بالمعنى المباشر أنا شو بيقربني؟ بصير المواطن يجي يقول لك أنا بدي أنتخب ذاك النائب اللي بيقدم لي خدمات أكثر من ذاك الحزب اللي من بعيد تاي يقول لي هذا الموضوع. بينما لما تتغير طبيعة هذا الموضوع قطعا بده يحدث يعني نقلة في طبيعة العمل الحزبي. ألا يعني الحكومات البرلمانية حتى اللي طرحها الأخ عبد الله، يعني شوف لا يمكن يصير مفهوم الحكومة البرلمانية اللي كان يجري الحديث فيه هذا نوع من الديماغوجيا. هذا الواقع لا يمكن يفرز حكومة برلمانية. الحكومة البرلمانية بده يكون يتأسس البرلمان على قانون مختلف عن القانون الحالي، وبالتالي ظهرت أحزاب أو كتل
برلمانية إلها توافقات سياسية هي نفسها بدها تشكل حكومات ارتباطا ببرامجها. بس مو معقول سين وصاد وعين ولام من هالبرلمانيين هم يجي تقول لي والله هذول بدهم يشكلوا حكومة برلمانية. إذا نحن بحاجة إلى تغيير في آلية تشكيل الحكومات، نحن بالأساس بحاجة إلى إعادة النظر بكيف يتم من تشكيل البرلمان من خلال إعادة النظر بالقوانين. كله طبعا هذا الموضوع بيقود إلى نقلة نوعية كبيرة في كل مكونات الحياة السياسية بما فيها الأحزاب. هلا بعد ذلك الحزب الذي يتخلف بيكون هون قصور برنامجي بيكون وضعف يعني في أما أنت لا لا يمكن. هلا نحن لو تيجي تقول إحنا كحزب وحدة شعبية يعني زي ما بقولوا طول نهارنا شغالين بحركة ومبادرات وإلى آخر ذلك، لكنها لم تتمكن لأنه أنت يعني بيت الشعر اللي حكاه الأستاذ عرفات مظبوط، هذه قالوا لنا أنتوا تفضلوا عمل حزبي بس ربطوك ألقاه في اليوم مكتوبا ثم قال له إياك إياك هذا جو بالماء. هذا جو الواقع، هكذا هي الصورة. لذلك أنا اعتقادي ومع تقديري لكل الإخوان، آخر كلمة على سؤال الأخ اللي بده تيارات ثلاث، شوفوا إحنا أولا لماذا يعني نعمل تيارات؟ ليش ثلاث تيارات وليش ما ظل حرية تشكيل العمل كلية التعدد؟ هي بتونس موجود زينا دخلوا ديمقراطية وهي العشرات من الأحزاب وهي اليمن وهي لبنان يعني بحكي عدول صغيرة إلى المجالس. نقطة الثانية إحنا لا يجوز أن نفرض لأنه إحنا بنعتقد إنه ثلاث أصلح من لا مش صحيح كمان يعني هاي الكيان الصهيوني هاي يعني نماذج متعددة يا أخوان. التقارب التعددية السياسية هي تعبير عن تباينات بين هذه الأحزاب في قراءتها للواقع. حتى الحزب اللي جبته أنت وطرحته مثال الحزب اللي صار الاجتماعي له قراءات، هو اختلف وجزء من التناقضات التي برزت بعد انهيار المعسكر الاشتراكي يعني هو ما إجا له صار نظرة تحرروا من بعض مفاهيم تنظيمية فكرية إلى آخر ذلك وشقوا هذا الطريق. أنا بتصوري لا نسلم بما هو موجود بالدستور نسلم بما هو معروف بالمرتكزات الديمقراطية، بعد ذلك حركة الحياة بتغربل. الحزب الذي لا يقدم برنامجا هو لا يقوى على الاستمرار ببساطة شديدة. الحزب شو هو فكرة يا أخوان؟ شارون انشق عن الليكود وأجا مباشرة قد شكل الحزب وبلش ولو حكم إسرائيل. هذه مسألة آن الأوان ندرك جيدا أنه أن نبتعد عن الإش الصورة الكلاسيكية التي يفرضها جهة ما، وعلى فكرة يعني اللي ببسط بقول لك الجهة الأمنية لا، يعني الواقع الأمني متغلغل في كل مسامات الحياة السياسية بالبلد. يخطئ من يعتقد غير هيك وأنه إحنا يعني طلقاء وبنرقص وبنشتغل بالسياسي. وطبعا ممكن الحديث حتى على مشاكل العراق والبنية العشائرية. أنا بتصوري بس آخر كلمة جوز طولت عليك، إنه الحكم نفسه هو نفسه يسعى لإبقاء العشيرة. هنا بدنا نميز بين العشيرة كرابطة قربة وبين التعامل مع العشيرة كأقرب إلى الإطار السياسي، وهو يريد أن تستمر بهذه الصورة ليضرب العمل الحزبي. طبعا الناس بيفكروا لما تقول له أنت العشائر أنه أنت ضد العشيرة، ما حدا مقطوع من شجرة وبيكره العشائر كرابطة قربة وإطار، لكن الفرق لا يمكن لمجتمع وهي على كل حال وجود العشيرة هي تعبير عن واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي. يعني لما يتطور الاقتصاد بالأردن قطعا بده تتغير الواقع حتى الاجتماعي والسياسي فيه. جميل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا إليكم مجدداً أعزائي المشاهدين مع ضيفاي الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني دكتور سعيد ذياب والكاتب الصحفي الأستاذ خالد فخيدة. مساء الخير مرة أخرى أستاذ خالد. تحدثت قبل الفاصل بأنه
الناس رافضة فكرة الانخراط مش من مسألة القبضة الأمنية، إنما لعدم قناعتها بوجود برامج. والحقيقة حسب ما قال دكتور سعيد تختلف، فما رأيك بما قال دكتور سعيد؟ يعني بتوز بالهدف والوصول إلى الغاية قد لا نختلف، لأنه يعني المرحلة اللي بنعيشها الآن يعني تفرض موضوع أنه تغيير آلية تداول أو صناعة القرار في الأردن. يعني هو الآن بتحدث عن برلمان أنه لا يستطيع في منتجه أنه ينتج حكومات برلمانية، لأنه يفتقد إلى النكهة السياسية والتعددية السياسية اللي تحدث عنها. نحن اتفقنا أنه يكون في الأردن يعني حكومة حزبية، ولكن يعني أيضا يجب أن لا ننسى ما يعني ما قلته في بداية الحلقة، بأنه المجتمع الأردني المواطن الأردني ليس جاهزا الآن من أجل الانتقال السريع نحو اللي تفضل فيه الدكتور. الدكتور الآن رجل أيديولوجي، رجل يعني صاحب فكر، صاحب رؤية، صاحب وجهة نظر، ولكن المواطن العادي صاحب لقمة عيش، مش صاحب وجهة نظر. الآن أنت حتى تنتقل في هذا الانتقال، أول شيء يجب أن يقتنع بهذه الفكرة، وأنه يجب أن يخرج من إطار الفكر التقليدي اللي عاشه طوال السنوات الماضية، بأنه يعتمد على الصلات الاجتماعية أكثر ما يعتمد على الفكر السياسي وعلى الرؤية وعلى البرنامج وعلى الهدف للوصول إلى طموحاته وإلى أهدافه. يعني إحنا بالنهاية ما بنختلف قاعدين على الهدف، ولكن الآن الاختلاف على الآلية. إحنا بنعيش اختلاف على الآلية. الآن هو وجهة نظره أنه قانون الأحزاب الحالي أنه يعني غير يعني أو سيء من وجهة نظره، ولكن القانون الحالي يعني إحنا كنا بصوت، بجوز أنا أؤمن أنا كنا بصوت، بعدين هلأ صرنا بصوتين، ولكن كمان شوي بدنا بثلاثة. يعني أنت المسألة كمان بدك تنتقل فيها بشكل تدريجي. بس قانون 89 تفصيل القوانين اللي بتكون يعني بتصدرها الحكومات أو تسنها الحكومات، بتلاحظ أنه فيها استهداف واضح للبناء حتى الداخلي والتنظيم للأحزاب. يا سيدي هو مش موضوع استهداف لا التنظيم للأحزاب ولا استهداف لا وأنا بعتبر حتى بعض الشروط بتلاحظ أنها مجحفة في حق الحزب. ما هو يعني هلا احنا بنحكي حكومة وأحزاب وأحزاب يعني. بتحكي حكومة وأحزاب يعني القوانين تسن من هذه الحكومات، ما خلينا أحكي. هل هنالك صدق عند الحكومات في حقيقة رغبتها في وجود أحزاب قوية؟ الآن مش الحكومات اللي في إرادة سياسية، في جلالة الملك بده أحزاب وبده حياة برلمانية، بده حياة حكومات برلمانية وننتقل لحكومات حزبية. جميل. الآن الحكومات بده يعني تنفذ، لأنه هاي اللي تحدث فيه جلالة الملك أيضا هاي رؤية الشارع. يعني الملك حينما يتحدث بتحدث أيضا عن نبض الشارع، وبنقلوا هاي الحكومات بدها تنفذ هذا النبض وترجمه إلى واقع. الآن إحنا المشكلة عندنا إنه السؤال يا أخي لازم نسأله، إحنا جاهزين إن ننتقل للمرحلة اللي بده يوصلها الدكتور سعيد ذياب والأحزاب بدها توصلها؟ هل إحنا جاهزين؟ هذا السؤال لازم نطرح على نفسه. إذا جاهزين طيب الآن عندك أنت انتخابات نيابية صارت، قطعها الإخوان المسلمين وقطعها عدد من الأحزاب، ولكن في أحزاب سياسية أيضا كانت يعني موجودة، وفي من أحزاب السياسية هذا وصل وفي منها لم يصل. أوكي، فالآن أنت يعني إحنا كمان يعني ما نظنش يعني في موضوع إنه القبضة حتى لو كانت في قبضة الألمنية اللي بده ينتشر بنتشر، واللي بيقنع الناس هو اللي راح يتقدم وهو راح يوصل، حتى لو في 100 قبضة أمنية حواليه. يعني باختصار المسألة، أنت إذا أقنعت الشارع بيؤمن فيك، ما اقتنع فيك ما راح يوصلك لو بتعمل بمنتهى الحرية وما في أي قيود عليك. أنت أوصل الشارع، أوصل المواطن واحمل همه واطلع للشارع، بوصلك الشارع الأردن، بوصلك المواطن، ولكن الكل بعيد عن المواطن. يعني حتى حكومات بعيدة عن المواطن، مش بس أحزاب. أوكي، الوحيد اللي بوصل قاعد للمواطن هو جلالة الملك فقط، من خلال يعني من خلال وسائل الإعلام الأردنية في تسليط الضوء على المشاكل وعلى قضايا الناس، وبالإضافة إلى طرق الخاصة في الوصول إلى هموم الناس. أما إحنا الحكومات والأحزاب ليسوا ميدانيين حتى يوصلوا للشارع وحتى يحسوا بهمه وينقلوا نبضه. يعني هاي أيضا مشكلة كبيرة، ولكن بالنهاية شو ما كان
يعني شو ما كانت الظروف وشو ما كانت العوائق، من يعني من يطرح هم الناس بصدق الناس راح تلحقه. وين في احزاب بتصل للشارع وبتقدم برامج بتحاول قدر المستطاع؟ لا 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 ما في احزاب، ما في احزاب. هون عند دكتور سعيد، دكتور الان الاحزاب مهمتها الوصول الى السلطه.